اتكلم مع حد فيهم دلوقتي، لا وجيه ولا مجده. وبعدين يا ممدوح هم بالصغيرين، دول كبار وعارفين كويس هم بيعملوا ايه وعايزين ايه. عارفين هم عاوزين ايه؟ ولا انت اللي ما بقيتش تعرف تتكلم بجد في حاجه غير في البيزنس يا فضل؟ تصدق يا ممدوح، انت هتخليني اندم اني بتكلم معاك اكني بتكلم مع نفسي. ولما الكبير ما بيحبش يتكلم مع حد، امال بقى تجيبني من اخر الدنيا ليه عشان تتكلم معايا؟ يا فضل، رجعت صغير؟ ولا الكبير كبير في البيزنس وبس؟ طب قوم يا ممدوح، قوم امشي، قوم قوم يلا، روح ارجع دبي. انا غلطان اني جبتك من الاصل. يا ساتر يا باي، ابوخ وارزل حاجه في الدنيا ان الواحد يدي سره لصاحبه وبعد كده يجي صاحبه ويضغط عليه بيه. قوم يا ممدوح، قوم امشي. اهدى يا فضل. قوم امشي يا عم، اهدى. الله، فضل، انا مش هروح دبي الا لما اطمن عليك انك بقيت كويس. بمناسبه دبي، ممكن اعرف سر اعتراضك على الولد اللي اسمه احمد؟ لعلمك ولد هايل، والجوازه دي لو انت ما جريتش وراها جري هتبقى انت اللي خسران مش هو، ومش هتلاقي لبنتك ولد زيه. الله عليك، هو الواد عرف يبلي في دماغك بكلمتين؟ تخيل، اهو ده مستوى ذكاء انا عمري ما شفته في حياتي ابدا. بقول لك ايه، خلص خلص جواز احمد وناديه. فضل، ما تعانيتش اكتر من كده، الحكايه لسه ما باظتش، انما ممكن تبوظ لو انت استمريت على الحال ده. هجيبها لك بالاخر، انا ممكن اخلي احمد اكبر موظف عندي في الشركه، وممكن اديله اكبر مرتب. لا مش كده وبس، ده انا ممكن اديله الشركه من شركاتي، انما اديله بنتي لا. شوف يا ممدوح، اللي اتلسع بالشوربه المفروض يفهم ويتعلم وينفخ في الزبادي، وانا مش ناوي ادخل فيروس تاني في عيلتي ابدا. فاهم ولا لا؟ فضل، عشان خاطري ما تصغرش نفسك اكتر من كده يا فضل. انت مش في حمل فضيحه تانيه زي اللي عملتها هاله مع سعيد ومعاك. الجواز والحب مش هتقدر تسيطر عليه، ولو عانيت العيال هيتجوزوا ومن ورا ظهرك وغصب عنك. اتكلم مع الولد، هاته دخله بيتك، حطه تحت عينيك. لعلمك يا فضل، لو ما اتكلمتش مع نادية المرة الجاية مش هتعرف تلاقيها. ألو نادية، تلات أيام مش بتردي؟ تلات أيام عشت إنك ممكن تكوني هتعملي في نفسك حاجة. أنت لو كان حصل لك حاجة أنا كان استحالة أسامح نفسي، أنا كنت ممكن أموت نفسي. عارفة دي ولا لأ؟ ما تقلقش يا أحمد، مش هيحصل حاجة. عارف ليه؟ عشان مهما اتحكى لك عن الموت مش زي ما هتشوفه. الو خير يا بابا؟ زمان أختي الجميلة جات لي فجأة كده وقالت لي أنا عايز أتجوز سعيد.
جرزول. ما كنتش مصدق وداني باللي قالتهولي. سعيد الولد الطيب المهذب المؤدب اللي كان على طول باصص في الارض وهو واقف قصادي، اللي جبته بطينه من البلد وخليته جنبي لغايه ما بقى دراعي اليمين. وحتى بعد ما بقى دراعي اليمين ما كانش بيدخل البيت هنا من الكسوف والخجل. انا عايز اتجوز سعيد. طب بتقابله فين وليه؟ وده حصل امتى وازاي؟ طبعا سعيد اللي بكلمك عنه ده انت ما حضرتهوش، لكن اكيد وعيتي على سعيد الكلب اللي اتجوزها للكلبه. خلاص يا بابا، انت مش محتاج تحكي كل ده عشان اقتنع بقرارك. طبعا انت جواكي دلوقتي عمال يقول احمد غير سعيد، احمد غير سعيد. بس اللي انا عايز اقوله لك احمد هو سعيد. احمد هو سعيد، وهو انا، وهو اي راجل، اي راجل في الدنيا لما بتدخل في حسبته الفلوس بيتبدل، يتحول، يتغير، زي ما لعنت الست انها تصرف فلوس، لعنت الراجل انه يعمل فلوس. واحمد هيبقى كلب مسعور زي سعيد بالظبط. اول ما يحس انه بقى واحد من البيت ده وانك انتي بقيت بتاعته وملكه. والكلب المسعور عندي ملوش دية. يعني ايه؟ يعني حاضر. حاضر يا نادية، أنا هبعت أجيب أحمد من دبي وجوزهولك زي ما جوزت جميلة لسعيد. بس هقولك الجملة اللي قلتها الجميلة، نفس الجملة بالظبط. لو أحمد طلع قذر أنا هبقى أقذر منه، بس المرة دي هتبقى بدم، لأنه هياخدك انتي، انتي يا نتيا، انتي. ايوه كامل، انا كويس. بلاش نبرة الخصام والعتاب دي. أنا ومنال هنجيلكوا يوم الخميس نشرب عندكوا القهوة، ده لو وقتك سمح يعني.